alles dann ein bisschen Wasser wird und dann wenn ich alles habe ich dann ja fährt nämlich dann mit dann einfach. أنا مثلاً زي مثلاً لا أشيء طمع لا أمعن لا أمعن ما هذا الشيء. التربية الدامجة مقاربة تعتبر التنوع كمكون أساسي لسيرورة التعلم، تتوخى التنمية البشرية. بطبيعة الحال من الحق ديالي أنني نتعلم بحالي بحال جميع الأشخاص العاديين. درست المستوى الابتدائي بشكل عادي ومستوى الإعدادي ومستوى الثانوي بالرغم أنه كانت هناك إكراهات. لقيت الدعم بطبيعة الحال من بعد الله سبحانه وتعالى من طرف الوالدين ديالي، حيث أن الأب ديالي رجل تعليم، وتلقيت الدعم من أساتذة ومن التلاميذ والأصدقاء ديالي في الدراسة. هذا الشيء زاد شجعني والثقة ديالي في نفسي، يعني أنني عندي واحد الهدف أنني نوصل، ماشي حيت عندي إعاقة يعني راه صافي سي لا فان دي موند، لا، حتى أنا خصني نوصل، حتى أنا بحالي بحال أيوة بحالي بحال الناس كاملين، خصني نقرا، خصني نخدم، خصني ندير شي حاجة جديدة في حياتي. أنا ماشي اللي قال لي شي حاجة يعني صافي نهاية العالم. بين ذاك الطفل عنده ما يدير ان شاء الله في المستقبل، عنده بزاف اللي انا كنشوفو العديد انهم وصلوا فين بغاو. وبغيت هذه الرسالة توصل للاباء وبخصوص اشخاص ذوي الاعاقة ما يشوفوهاش من جانب سلبي، بالعكس أن يحاولوا يستثمروها وواجهوا الصعوبات والتحدي. أكيد أن كل واحد فينا عنده صعوبة، ولكن إعاقة أكثر طبعا، لكن إنسان قوي عليه أن يواجهها من أجل الحصول على ما يريد. وهنا أوجه رسالتي إلى كل أب وكل كل أشخاص في ذوي الإعاقة أن هناك ليس هناك مستحيل أبدا، ليس هناك مستحيل، فعلى الإنسان أن يحاول ويطمئن مجهوداته في مواجهتها.